مش إذن مرحبا إذن عدت لكم مجددا. مرحبا بكم متابعي قناة شوف تيفي. الآن شوف تيفي في معلومات حصرية لقناتكم قناة الشعب. الأب والأم ديال رايا الآن هم داخل سيارات الإسعاف. الآن غادي ناخذوا تصريحات ديال شهود عيان على أنهم الأب والأم دخلوا سيارة الإسعاف، مشاو شافوا ريان طمأنوا عليه ودخلوا سيارة الإسعاف. سيدي مريود تفضل، شنو تقول للشعب المغربي الآن على المباشر؟ كنشكروا الشعب المغربي، كنشكره وسيدنا. نعم وسيدنا كنشكره. بسبب القرب من سيارة الإسعاف. أنا قريب هنايا، ساكن هنا قريب. الأب والأم ديال ريان؟ يماه ما نعرفهاش، وباباه خالد. نعم خالد وراب. نعم جاو حكي لنا فين مشاو. قلت لي طالع. ايوا كانوا في الدار ديالهم وهبطوهم الدرك الملكي ودخلوهم لهنا يشوفوا ولدهم. مشاو دخلوا دخلوا للكاف، دخلوا للكاف، دخلوا للكاف فعلا. نعم دخلوا للكاف، شافوا بعينهم وردوا من الاسعاف. دخلوا دابا راهم في سيارة الاسعاف. في سيارة الاسعاف. نعم اذا المتابعين بالقرب من سيارات بالقرب اذا المتابعين شوف تيفي بالقرب من سيارة الاسعاف اللي فيها الاب والام ديال ريان الان. بانتظار جاي يعني ريان الان غادي نشوفوه الان من هذا المكان. متابعينا سيدي تفضل. شكرا الله يجزيك بخير. تفضل احكي لنا حول يعني المشهد اللي رايتموه الان. جات مو مع الوالد ديالو ودخلوهم الاسعاف ومشاو شافوا ريان، قالوا لنا راه مازال بالحياه اللهم لك الحمد. انا جيت من فران باش نشوف ريان باش سميتو الخشوع كان بكي من النهار الاول ملي طاح سميتو كان بكي. وجيت وجابني الخشوع من فران، جينا من جماعه الحمد لله. انا جيت من جماعه ديال دايت هو وجيت لريان باش نشوفه بالحياه الحمد لله اللهم لك الحمد. نعم اذا شاهدت انت الام والاب في دازوا عليا هنايا وداهم راه دخلوهم الاسعاف مشاو شافوا ريان الحمد لله قالوا لنا مازال بالحياه اللهم لك الحمد. وحنا كانت سنة ونترجعوا الله سبحانه يملاه. هذا هو اللي كاين. الحمد لله. الحمد لله وشكر لله. الشعب المغربي فرح بهذا الخبر، خبر حصريا على قناه الشعب شوف تيفي، ما غتلقاوه فقط على قناه الاولى في المغرب، اول تلفزه مغربي في المغرب الكترونيه بالمغرب قناه شوف تيفي. اذا المعلومات الان تقول على ان ريان في يعني غادي يتم الاخراج ديالو الان من يعني البئر. هما خرجوه من البير ويعطيك على ما اعتقد يعني المعلومات اللي جاتنا قبل لحظات كيعطيوها الاسعافات الاوليه، يتلقى الاسعافات الاوليه من طرف طاقم طبي خاص ومن طرف يعني الوقايه المدنيه في انتظار نقله هنا لسيارات الاسعاف اللي فيها الاب ديالو والام ديالو متابعي قناه شوف تيفي. ومن بعد من سيارات الاسعاف غادي يمشي من هذا المكان من هنا، غادي نوريكم ها هما طالعين رجال الوقايه المدنيه لاجل حمل يعني متابعي قناه شوف تيفي حصريا هنا. رجال الوقايه المدنيه يتجهون الى يعني المكان اللي فيه ريان من اجل حمله ونقله الى سياره الاسعاف. اذا مشاهد حصريا على قناه شوف تيفي نقدمها لكم متابعينا الان. المشهد اللي انتظروه المغاربه، المشهد اللي